السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، وكنقول لكم مبروك عواشركم. نهار جديد، روتين جديد ان شاء الله. اليوم البنات قررت انني ندخل نجمع شويه الكوزينه، ننظفها، نخملها، يعني تحضيرات ديال قبل رمضان اللي كديرهم كل سيده، وان شاء الله غادي نشاركهم معاكم غير باش تحفزوا، باش نعطيو لبعضياتنا قوه. وقبل ما ندخل الكوزينه غادي نوريكم البنات واحد المشتريات اللي شريت لسيدنا رمضان، واحد المشتريات اللي راقيه. المهم انا ليا جاتني راقيه ولقيتها باثمنه اللي جد جد مناسبه. غنتقاسمهم معكم البنات، تخليو ليا في التعليق واش عجبوكم ولا ما عجبوكمش. وكنقول لكم تابعوا معايا الفيديو، ان شاء الله غنحاول انني نعطيكم واحد الطاقه اللي تكون ايجابيه، ونستفد معكم ونتقاسم معكم بعض الحيل اللي كيساعدوني باش نسالي دغيا ترتيبات ديال الكوزينه. ودابا على بركه الله غنوريكم هاد المشتريات اللي شريت. اول حاجه البنات غنشاركهم معكم هما هاد لي سات دو طابل، خديتهم البنات من كارفور. كانوا كيديروا في الاول جوج ديال الاورو، من اورو 90، ونقصوا فيهم داروا لهم 57 سنتيم. صراحه البنات زويونين كما كتشوفوا معايا، الكاليتي ديالهم زويونه. خديت منهم اربعه، هادو حتى هما كنحتاجوهم هكا في رمضان، نحطوهم على نحطو عليهم الطبيسلات وداكشي، وكيجدوا لينا في الطاويله ديالنا. وخديت هاد الجوج البنات حتى هما ديال الكبير زوينين البنات، الكاليتي زوينه، حتى هما خديتهم 50 سنتيم الواحد. المهم انا كيكون خديت شي حويجات اللي باثمنه مناسبه. وخديت البنات هاد السيرفيس ديال الكيسان، هانتوما تشوفوا معايا، الصراحه زوينين البنات، شوفوا الديطاي ديالهم كيجيو زوينين هكا، عندهم هاد لي طاي دايرين بحال كريستال. هادو البنات خديت منهم ثلاثه ديال الباكيات كما تشوفوا معايا، غادي نقول لكم علاش. الحق الصراحه الثمن جد 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 مناسب. المهم هنا المجموع عندي 18 كاس، وكما قلت لكم البنات خديتهم الصراحه في المارشي ديال تولوز ديال العرب، وكانوا كيديروا الا خديتو 6 عندكم ب 4 اورو، خديتو ثلاثه الباكيات اللي هي 18 عندكم 10 اورو. صراحه البنات ولقيت ان الثمن ديالهم جد مناسب، يعني ب 10 اورو عندي 18 كاس. وانا كنبغي الصراحه ناخذ هكا الكيسان اكثر، لحقاش كيكون عندك هكا شي سيرفيس وكيبقى يتهرس لك واحد بواحد، وما كتلقاي صراحه كما كنقولوا كيتشفرم لك هذاك السيرفيس. وشنو اخر خديت البنات؟ المهم غنوريكم عاوتاني، خديت البنات هاد الكويسات. المهم انا حاولت ناخذ هذاك الشيء اللي محتاجاه، الحق الصراحه كل عام كنبغيو ندخلوا شي حاجه جديده، ولكن ما كاينلاش اننا نشريو شي حاجه اللي ما محتاجينهاش. خديت البنات هاد الفنيجنات هكا ديال القهوه، ولكن اللي قدمهم ديال اتاي. هادو البنات هما خديتهم من المارشي ديال تولوز ديال العرب، وكيديروا كان كيديروا 20 اورو، وانا تفاهم معايا خلاهم ليا ب 15 اورو. عندنا كما غادي تشوفوا معايا 6 ديال الكيسان، وبالطبيسلات ديالهم صراحه زويونين حتى هما بهاد الديطاي هكا الارجونتي، فيهم هاد لي بير. المهم صراحه عجبوني، حتى تقولوا ليا في التعليق واش حتى نتوما غيعجبوكم. وشنو لو كو دو كور ديالي البنات، والحاجه اللي عجبتني كثر وكنت باغاها، والصراحه هذه مده باش انا شريتها، هاد السوبيره ديال الحريره، الصراحه فنه 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 البنات. غتشوفوها معايا فاش غنقول لكم الثمن، شريتها رخيصه بزاف. هانتوما البنات على هاد الشكل، كتجي بحال هكا، كتكون عندها هاد البليصه هكا فين كتحطوا البوجي باش تسخن، وعندها هاد البريمه ديالها، عندها الغطايه، وعندها هادو. المهم خديتها انا بستة ديال الزليفات. هادي البنات صراحة راها دابا خارجه بزاف، انا خديتها في شهر 9 في الخر ديال الصيف، وهما كيديروا تقريبا واحد 50 اورو، وانا حيت خديتها في شهر 9 يعني كان باقي رمضان، خليها ليا ب 30 اورو البنات، وحتى هي خديتها من المارشي ديال العرب. صراحه زوينه، انا عجبتني هذه، وكما قلت لكم كانت عاجباني وخديتها وخزنتها، حتى جا دابا الوقيته ديالها فين غنجبدها. غادي نتقاسم معكم البنات الزليفات ديالها كيفاش كيجيو، بحال هذا الشكل هانتوما، كيجيو بحال هكا. كما قلت لكم البنات السوبيره خديتها بستة ديال الزلايف، وهي ب 30 اورو. وكما قلت لكم انا دائما كيعجبني هكا ندوبل، لقيت في واحد المحل اللي كنت ديجا وريته لكم عندنا في تولوز، كيبيع حتى هو المعان وداك الشيء،
مشيت ولقيتهم حيت هما كيبيعوها كيبيعوا غير السوبيره بوحدها ب 45 اورو. وانا شريت من عندهم صراحه اللي زدت من عندهم، زدت من عندهم طباصل والزلايف، ممكن 6 ديال الزلايف و 6 ديال الطباصل كيديروا 15 اورو. هادو البنات يعني انا زدتهم كما قلت لكم هكا فاش كتهر مادام هذه شريتها والزلايف 6 ما كيقدوش، يعني الا جا عندك شي ضايف ولا حتى لا تهرس لك وحده يعني كيخسر لك السيرفيس. قلت انا من حدهم متوفرين، زدت هادو 15 اورو. المهم البنات كان هادو هما المشتريات اللي شريت لسيدنا رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالخير وبالبركه ان شاء الله. وكنقول لكم تابعوا معايا الفيديو، غنمشي انا وياكم مباشره للكوزينه، غادي ننظف الركن ديال البهارات ديال العطريه، غننظف الثلاجه قبل ما نتغدى، وغنخليكم معايا تابعوا معايا الفيديو. كنتمنى ان هذا الروتين يعجبكم. يلاه معايا الكوزينه وصافي البنات، جا وقت الجد وجا وقت العمل. وكما قلت لكم مباشره نيشه الكويزينه، اول حاجه البنات غنبدا بها وهي الثلاجه. غادي نضربها لها بواحد المسحه قبل ما انني نتقدى باش نشوف شنو بقى عندي، شنو خسر، شنو خصني نشري. صراحه هاد القضيه زوينه البنات، كتسهل عليكم وكتبقى دائما عندكم الثلاجه نقيه. انا الصراحه كنمسحها دائما قبل ما كنبغي نمشي نتقدى. والطريقه ديالي باش كنمسحها البنات، كناخذ واحد البخاخ وكندير فيه واحد الكميه من الخل الابيض تقريبا جوج معالق، كندير ملح الصوديوم وكندير واحد شويه ديال هذاك الليكيد اللي كنغسلو به الماعن مع واحد الكاس ديال الماء. وكنبقى البنات نرش على الثلاجه ديالي ونمسحها بهاد الطريقه البنات. الخل يعني زوين للصحه ديالنا، ماشي مضر اننا نتنفسناه، ماشي بحال البرودوي اللي كيكون مجهد وجافيل وداكشي ما مزيانش للرئه ديالنا. وفي نفس الوقت هو معقم، كيحيد البكتيريا، وحتى لا طاح لينا مثلا على الاكل. كما شفتوا انا الثلاجه يعني مازال عندي فيها الماكله، ماشي بحال لخويتها بخطره. انا ما نكذبش، فاش كنخويها بخطره من كنبغي نحيد منها الثلج كيعجبني ديك جافيل نفركها كتولي كتشعل، داكشي البيض كيشعل. ولكن بالنسبه للمسيح هكا اللي كيكون اسبوعي اولا جوج مرات في الشهر قبل من اننا نتقداو، بالخل وبالصوديوم البنات كتنقى وكتعقم وكيتحيد منها البكتيريا، وتا كتولي كتبري والريحه ديالها كتكون فيها واحد الريحه اللي زوينه. كان هذا هو البنات البرودوي ديالي. المهم غنخليكم دابا تتابعوا معايا الفيديو وهانتوما معايا. رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع نهار، عين على عينك زي شهد نجوم القمر، يد على خدك زي نشفو مواجو البحار، اجي دهويني اجي يا العمار. رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع نهار، عين على عينك زي شهد نجوم القمر، يد على خدك زي نشفو مواجو البحار، اجي داويني اجي يا العمار. غرامك انا شربتني اجي لعندي داويني، زينها يقتل ويحين شوفها ترجع الروح. غرامك انا شربتني اجي لعندي داويني، زينها يقتل ويحين شوفها ترجع الروح. والروح طيح انا مرض الحب طبيح، ما صابولوش دوام حتى في المريخ. والروح طيح انا مرض الحب قبيح، ودوايا عند الليل انت قلبي وعقلي. غير ضحكة من وهنا الغزالات من بعد نسالي الثلاجه ديالي من الداخل، ما نساوش ليها حتى برا. نفس الطريقه كنمسحها بنفس البرودوي البنات، غير هنا باش نفينيها غنفينيها بهذيك البونج ماجيك اللي كنت قاسمت معاكم في المشتريات ديال اكسيون. الصراحه البنات قلت لكم غنجربها وغنقول لكم الراي ديالي، الصراحه واعره البنات، الثمن ديالها رخيص، كدير اورو 29 وكتفيني البنات. بالنسبه لهذا الشيء ديال الاينوكس ديال الجاج كتفيني كما شفتوا معايا، يعني من المسحه الاولى كتخليها لكم نيت، ماشي بحال من كنديرو بالسربيته كتخلي داك الخمال ولا بعض المرات كتخلي لها طراس.
الصراحه البنات اللي مشيتوا لاكسو لقيتوها غير خدوها. بالنسبه للبنات اللي عندهم هكا داكشي ديال الاينوكس اولا الجاج اولا داكشي لاكي، كتنفعكم البنات وكتنقص عليكم الخدمه، وانتم عارفين حنا دايما كنقلبوا على الحاجه اللي تنقص علينا الخدمه. وكان هذا البنات هو الشكل النهائي كما قلت لكم. صراحه انا دائما كنفرش هذا التيسي اللي حتى هو كناخذه من اكسيون كينفعني، اضافه هذوك البواطات اللي وريتكم شريت بجوج ديال الاورو حتى هما البنات كينفعونا في رمضان، كنحيدوا بهم هكا داك الشيء اللي شاط نديرهم في الطاسات من الاحسن، وهادو ديزاستيوس اللي كيخليو لك البلاصه ديالك نقيه وتنقصي عليك الخدمه. وهنا البنات كما شفتوا معايا غندوز النيشان نطوي الركن ديال العطريه حتى هو البنات، ونخوي دوك القريعات ونمسحهم ونشوف شنو خاصني شنو ما خاصنيش. وميم طوال البنات دايره قدامي واحد الوريقه والستيلو وكنكتب لا ليست ديالي، بهاد الطريقه ما كننسى حتى شي حاجه وما نضطرش انني كل ساعه خصني نمشي للمكازا باش نتقدى، كنتهنى وفي نفس الوقت حتى كتنقص عليك المصروف، لان نتوما عارفين المكازا كتمشي غير على حاجه كتصدقيها زاد ثلاثه الحاجات ولا اربعه. من الاحسن البنات هكا ديروا واحد القائمه وتبقاو تمسحوا، ومن طول اللي لقيتوها ناقصه تتكتبوها، كتسهل عليكم الخدمه وكتسهل عليكم حتى المصروف. وخليكم معايا رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع النهار، عيني على عينك زي شهد نجوم القمر، يدي على خدك زي نشفو مواجو البحار، اجي دهويني اجي يا العمار، رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع النهار، عيني على عينك تاي شهد نجوم القمر، يدي على خدك تاي نشفو مواجو البحار، اجي داويني اجي يا العمار، غرامك انا شردني اجي لعندي داويني، زينها يقتل ويحين شوفها ترجع الله. وهنا البنات من بعد ما مسحت وخليت هذوك لي زيطاجير باش ينشفوا ليا، هنا جا الوقت اني نستعمل هاد القريعات اللي كنت شاركت معاكم حتى هما في المشتريات ديالي في الصولد من كارفور. غسلتهم البنات وغادي نمسحهم وغنشارك معكم الاستعمالات ديالهم. كما قلت لكم البنات الحاجه بعض المرات كنلقاوها في الصولد باثمنه اللي كتكون مناسبه ما فيها بس ناخذوها، وكيجي كيجي وقتها خصوصا هاد المنظمات وهاد القريعات البنات، الا كانت عندنا كل حاجه بلاصتها كنتهناو من تماره وكتبقى الحاجه نقيه. هنا بالنسبه للبنات هذه القرعه هي كنت شاركتها معكم، خديتها لعده استعمالات مثل العصائر او لا شي حاجه، وقررت انني ندير فيها الزيت، يعني غنستعملها استعمال يومي ماشي بحال العصائر الا كانت عندك شي عراضه. المهم البنات هزت لي 4 لتر ديال الزيت هكا، درتها في هذه القريعه وغادي نحطها هكا من الاحسن بداك الروبيني كوم سانيت ما نضيعوش. وبالنسبه لهنايا البنات غادي نستف الحمص كنت خديته، وبغيت نشارك معكم البنات هذه المعلومه. البنات اللي متواجدين في فرنسا سيروا الكرون فخير، دايرين واحد التخفيضات اللي جد مهمه بالنسبه للبنات. الحمص راه دايرين لا شريتي جوج عندك الثالث فابور، دايرين تخفيضات البنات في اللوز، دايرين تخفيضات في التمر في الشريحه، المهم كاع داكشي اللي خاص برمضان راهم ناقصين فيه، ودايرين واحد التخفيضات اللي مهمه. البنات اللي كاينين يعني في فرنسا ومتوفره حداهم غون فري سيروا ليها الصراحه، وحتى داكشي اللي عندهم الكاليتي ديالو زويون. المهم البنات انا غنكمل على هذا الشكل، غنعمر هاد القريعات ديالي ونوريكم الشكل النهائي كيفاش غادي يجي. الروح طيح انا مرض الحب قبيح ما صابولوش دواء حتى في المريخ، والروح طيح انا مرض الحب عطاك الزينة بالجملة، أرمشك العيلة نساوين القبلة، سبحان الله اللي عطاك الزينة بالجملة، رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع النهار، عيني على عينك تاي شهد نجوم القمر، يدي على خدك تاي نشفو مواجو البحار، اجي دهويني
ناجي يا العمار، رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع نهار، عيني على عينك تيشهد نجوم القمر، يدي على خدك تينشفو مواجو البحار، اجي داويني. ودابا البنات صافي جا وقت الارضيه كما قلت لكم، من بعد ما ساليت الركن ديال العطريه وساليت الثلاجه الحمد لله، البراكارات الاخرين البنات ديال المعان ما درتهمش معاكم، كانوا الصراحه عندي نقيين، غير مسحت هكا على البلاكارات وصافي. ودابا كما قلت لكم غادي نمسح الارضيه والحمد لله صافي ساليت. كنتمنى البنات انتم تكونوا تحفزتوا معايا، واللي باقا ما بدات تبدا، ونكونوا هكا طاقه لبعضياتنا، وخليكم معايا حتى نكملوا الروتين مع بعضياتنا. رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع نهار، عيني على عينك تيشهد نجوم القمر، يدي على خدك تينشفو مواجو البحار، اجي داويني اجي يا العمار، رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع نهار، عيني على عينك تيشهد. وصافي الغزالات هنا غادي نسالي الروتين ديالنا، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا واخا بالقليل، وكنتمنى انني نكون عطيتكم واحد الثقه ايجابيه، وتنتوما تكونوا تحفزتوا ونطوا باش تخملوا الكوزينه ديالكم باش تحيدوا عليكم العقد قبل ما يجي رمضان ان شاء الله. ومن هنا لتما كنقول لكم مع السلامه الى فيديوهات مقبله روتينات مقبله باذن الله. باي باي عليكم، مع السلامه.